غرفة في أحد المستشفيات مصممة على طراز الستينيات والسبعينيات، تملأها اللوحات القديمة وماكينات الخياطة والحوائط زاهية الألوان. مستشفى فيكتوفينا في جمهورية التشيك افتتحت تلك القاعة العلاجية من أجل مساعدة المسنين على الشعور بالشباب مرة أخرى. المرضى الذين يزورون هذه الغرفة يعودون إلى طفولتهم فيتذكرون مختلف المواقف والقصص. هنا يعودون إلى فترات من حياتهم تجلب لهم السرور. الغرفة سبعينية النمط، تحتوي على مجلات أصلية من تلك الحقبة، كما تضم كتبا من الفترة الكلاسيكية التشيكية. في الماضي لم يكن لدي الوقت للقراءة، لكن الآن أحب أن أقرأ كل شيء وأن أتصفح المجلات. المرضى حاليا في حالة مزاجية أفضل، وتقبلهم للعلاج أصبح أفضل، فهم يشعرون بمزيد من الاسترخاء. إنهم بالتأكيد يدخلون إلى عالم مختلف هنا. ووفقاً للمستشفى، فقد تبرع رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالكراسي الفخمة والخزانات والهواتف وغيرها من قطع الأثاث القديم، وذلك بعد تواصل الموظفين معهم عبر الإنترنت.